طالما تمام. انا عندي السعاده وعندي حاجه اسمها رضا النفس، بوصل اوتوماتيك لهذا النوع من انواع التوازن، فبقدر اقول ان انا عندي هذه الحاله من الثبات الانفعالي، هذه الحاله من الثبات الفكري، هذه الحاله من التوازن ما بين العقل والقلب، هذه الحاله من الثبات ما بين الثابت والمتغير. متغير. بالتالي بقدر اوصل لهذه الحاله الجميله اللي احنا كلنا عايزين نوصل لها، ويبقى عندي حاجة اسمها الثبات الفكري والانفعالي اللي بتوصلني لهذه المرحلة من التوازن النفسي. طيب برضو يا دكتور، الاتزان النفسي جوانب كتير مهمة في حياة كل شخص، ممكن نعرف ايه هي الجوانب الاتزان لكل شخص؟ طيب أول حاجة مهمة جدا وللأسف كتير مننا هي مش موجودة عنده، أو كتير مننا مش قادرين نوصل لها، حاجة اسمها تقدير الذات. احنا دايما في الحالات العامة بنقول ايه؟ بنقول اي واحد فينا ممكن يصبر على اي حاجة او اي موقف او اي نمط حياة، بس يحس بالتقدير. صح. لو هو حس بالتقدير بتبقى عنده هذه الحالة من حالات التوازن، او بنوصل للنقطة دي اللي احنا بنقول عليها التوازن النفسي. فالتقدير بصفة عامة وخصوصا تقدير الذات، ولو انا حسيت بالتقدير بصفة عامة هيبقى عندي تقدير لذاتي، والعكس على فكرة، لو انا عندي تقدير لذاتي هوصل لهذه الحالة من الرضا اللي بتخليني يبقى اللي حواليا بيقدروني وفقا لتقدير لذاتي، فبوصل لهذه الحالة من التوازن النفسي.